كانت هناك انتفاضه من كل اجهزه الدوله في المحافظات وفي الشوارع. انا نزلت كل المحافظات في العيد، تاني يوم العيد، في الشرقيه ودمياط وبورسعيد، لمتابعه اجراءات ضبط السوق بالتنسيق مع كل الاجهزه كانت مع بعض في الشارع، نتاكد ان تعريفه عدم استغلال البعض لاجراءات الاصلاح الاقتصادي ليحقق نفع خاص دون النظر الى المواطن. تعريفه الركوب، الالتزام قائد السيارات بان هو ما يستغلش ويزود زي ما هو عاوز ويستغل احتياج المواطن انه عاوز ينتقل من هنا لهنا، واعتقد ان هذه الاجراءات التنسيقيه كان لها رد فعل كبير في ضبط هذه العمليه، التاكد من محطات البنزين، التاكد من محطات تعبئه الغاز ومستودعات الغاز، كل ما يتعلق بهذه المنظومه. عشان كده كان في هناك ضابط قوي في مواجهة جشع البعض اللي بيستغل هذه الإجراءات ويحقق، ما أعتقد ما هماش كتير، لأن الغالبية من التجار ومن مقدمي السلع والخدمات أعتقد هم ناس وطنيين وناس حريصين على الدولة ومقدرين إجراءات الإصلاح الاقتصادي اللي بتتم ده، أنها إجراءات بتستهدف بالضرورة مصلحة الاقتصاد المصري اللي إن شاء الله في القريب اعتقد بكل المشروعات التنمويه اللي بتتم على ارض الواقع بهذه الصوره الجيده والمتميزه والسريعه اللي في اوقات قياسيه، اعتقد ان مردودها هيبقى على المواطن في فتره قريبه ان شاء الله. كل اجراءات الاصلاح اعتقد ان هي هتعود على المواطن وهتعود على الخدمات، هتعود على الخدمات الصحيه وهتعود على الخدمات التعليميه وهتعود على المواطن هيشعر بيها. لما جات لك، لما انتوا عملتوا الرساله ديت ل 45 مواطن، 45 مليون مواطن، اكيد جات لك رياكشن، جات لك شكاوى. تمام. هل صنفتوا الشكاوى؟ الناس بتشتكي من ايه؟ اتفضل يا فندم. الشكاوى في كل المجالات سواء السلع او الخدمات، سواء في السيارات، في السلع، في الاجهزه الكهربائيه، في الخدمات، كل ما يتعلق بالمواطن والمواطن بيتعامل معاه احنا بنتلقى الشكاوي. لكن اكثر الشكاوي من السيارات، من السلع والاجهزه الكهربائيه،